مهما أبدعنا في أساليب التعزية لن يكون ذلك موفياً للحق كاملاً. يعني امام داك الشيء اللي وقع مؤلم جدا ومؤسف جدا اننا تبدا تحول مناسبات ديال تظاهرات رياضيه اللي مناسبه ديال الفرجه ديال المتعه ديال الترفيه ديال الاحتفال ديال التنافس الرياضي الشريف ديال اشاعه الثقافه ديال ممارسه الرياضه الى يعني الى مناسبات ماساويه كذهب الضحايا ديال الارواح ناهيك عن الاصابات الاخرى اللي ما عرفناش مازال العدد النهائي ديالها والمآل ديال هي مناسبه بطبيعه الحال كانت تقدموا بواجب العزاء وان كانت العبارات لا تفي بالغرض وكنتمنوا الشفاء العاجل. هذا الموضوع دابا الان مادام فيه تحقيق قضائي صعيب باش تناولوا بالتفاصيل ديالو، ولكن على الاقل حنا بالنسبه لنا كعداله التنميه بادرنا الى المطالبه بعقد لجنه ديال الشؤون الاجتماعيه والثقافيه والرياضيه وباش يحضروا من جهه المسؤولين ديال على المدينه اليوم يعني العمده والنائب ديالها والنواب ديالها المعنيين، وبنفس الوقت يحضروا المسؤولين ديال شركات التنميه المحليه اللي عندهم علاقه مع المركب الرياضي محمد الخامس، لانه احنا بالنسبه الينا واخا هذه المأساة وقعت بارتباط مع الظروف ديال التنظيم ديال هذيك المباراه ما بين الرجاء والاهلي بغينا نعرفوا شنو وقع شنو هي المعطيات اللي كاينه على الاقل الرسميه في انتظار النتائج ديال التحقيق اللي غيكون بطبيعه الحال ترتب عليه يعني الجزاءات يعني الضروريه عند الاقتضاء، لكن الامر كيحيلنا ايضا حتى على الوضعيه ديال المركب الرياضي محمد الخامس، لانه منذ مده سمعنا على الاغلاق تاع المنطقه 6، منذ مده كنسمعوا بانه الاموال التي صرفت ربما لا تتناسب مع طبيعه الاشغال المنجزه، سمعنا بانه المجلس اعلى للحسابات دار واحد لا ميسيون دار واحد المهمه ويمكن عنده تقرير، فاذا هي مناسبه طلبنا باش يكون الحضور ديال هاد المدراء ديال شركه التنميه المحليه نسمعوا من عندهم بعدا بالمعطيات باش نتاكدوا. علاش؟ لانه باش من الناحيه التنظيميه نشوفوا واش كاينه هناك مسؤوليه تقصيريه اللي ادت الى هذه الوفاه وادت الى باقي يعني الاحداث اللي وقعت، وبناء عليه بطبيعه الحال كيمكننا نتاخذوا ما ينبغي من القرارات التنظيميه والتدبيريه المتعلقه بالعلاقه مع كازا ايفنت او غيرها متعلقه بتدبير المركب في حد ذاته، لانه الجانب الاخر الجنائي او شي حاجه راه متكلفه به السلطات القضائيه. وفي نفس الوقت لان الموضوع تاع المركب الرياضي محمد الخامس ولات قضيه راي عام وطني ماشي حتى بيضاوي. علاش؟ لانه الملعب ديال المركب الرياضي محمد الخامس بالرغم من الاشغال ديال التاهيل ديالو للاسف الشديد انه لما جات لا فيفا اعتبرته انه لا يستجيب للمعايير باش يحتضن المباريات تاع نهائيات كاس العالم للانديه. وهذاك بالنسبه لنا احنا يعني مؤسف انه الضربيه تكون خارج المدن المحتضنه هذه التظاهرات العالميه، وخايفين لا تعود نفس الاسباب تجعله خارج المدن التي تحتضن نهائيات كاس افريقيا للامم، وربما يمكن يكون خارج الملاعب خارج الملف اللي يمكن يقدمه المغرب في اطار الترشيح ديالو لنهائيات كاس العالم 2030. هي لكل هذه الاسباب في غياب التواصل من طرف المكتب في غياب المعلومه طلبنا لجأنا لاشنو كيعطينا القانون، طلبنا عقد اللجنه نتمناو انهم يستجبوا في اقرب الاجل باش هذا الشيء يعني وتعطلنا فيه المعطيات الحقيقيه ما يديروش لنا يعني ما يتحولش الاجتماع الى هدف. الاجتماع هو فرصه نعرفوا المعطيات لان الهدف هو تحسين يعني الشروط التنظيميه، تحسين الاداء، تحسين الظروف ديال هذا المركب، الحاله ديالو الى اخره. في ضوء ذلك بطبيعه الحال كيمكننا نتاخذوا القرارات المناسبه. داك الشيء راه تبعته انا في الكلمه ديالي تكلمت على انه الاشكاليه مرتبطه بمركب محمد الخامس والموقع ديالو او شي حاجه، مرتبطه بالمنظومه
التنظيمية المتعلقة بتنظيم التظاهرات الرياضية. وإلا رانا حنا عطينا أمثلة بأنه مثلا لما كنمشيو لبرشلونة ولا كنمشيو لروما ولا كنمشيو لمدريد ولا كنمشيو يعني كبريات الأندية في العالم، كتلقى بأن الملاعب ديالها موجودة في ربما في قلب المدن. والإشكال ما كيتطرحش تما، علاش؟ لأنه كاينة أساليب تنظيمية محكمة من جهة، وكاينة من جهة ثانية جماهير مؤطرة، وكاينة ثقافة رياضية، وكاين. فإذا هذا الشيء كله حنا بالنسبة لنا قادرين باش نحصلوا عليه. وكيظهر لي بأنه هاد اللقاءات هاد الاجتماعات اللي دعينا لها بالنسبة لنا حنا كنأملوا باش تكون فرصة لإبداع وبالورط اقتراحات في هذا الاتجاه هذا. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.